في أخبار الأقاليم، بحضور الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليمي والداي عباس عبد الكريم، نصب الأمين التنفيذي لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة وارا رضوان حسين أعضاء المجلس الفرعي للأم بي إس بمحافظة قري الواقعة على بعد 105 كيلومترات من مدينة أبشة. تقرير حسن جدع. على بعد 20 كيلومتر من محافظة قري التابعة لمقاطعة وارا التي تقع شمالي شرق مدينة أبشة ب 105 كيلومتر، خرج مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمنطقة لاستقبال وفد الحزب الذي يقوده الأمين التنفيذي للحزب بمقاطعة وارا رضوان حسين مختار. وقد كان في جدول البعثة تنصيب أعضاء المجلس الفرعي للحزب بوارا والخلايا الفرعية لكل من منظمة شباب الحركة الوطنية للإنقاذ ومكتب نساء الحزب بالمنطقة. وقد نصب إدريس أحمد عشر أمينا تنفيذيا لمجلس المقاطعة الذي يتكون من 19 عضوا. الأمين التنفيذي لمجلس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة وارا إدريس أحمد عشر بعد تنصيبه رسميا دعا جميع الأعضاء إلى الوقوف معه لمواجهة التحديات التي تواجه الحزب في المستقبل خاصة السياسية، لأن البلاد أمام انتخابات تشريعية وبلدية. المداخلة الأخيرة كانت للأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بوداي عباس عبد الكريم بدر، حيث طلب فيها من المناضلين التكاتف والعمل سويا والوقوف خلف الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديفيد نو، مقدما وصايا وإرشادات للمكتب الجديد تساعدهم في إنجاح المهمة التي كلفوا بها. سياسيا أيضا، اختتم الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاري الأوسط جولته حول بدء النشاط السياسي في مختلف مناطق الإقليم. تقرير آدم حسن المكاوي. مدينة سار عاصمة إقليم شاري الأوسط وضواحيها هي كانت خاتمة جولة الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بمناسبة بداية النشاط السياسي للعام 2017، جولة شملت مختلف المراكز الإدارية والقرى التابعة للإقليم. محمد برك رمضان الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ خلال جولته شكر جميع المناضلين والمناضلات على مساهمتهم في إنجاح نشاط الحزب، طالبا منهم الالتزام بهذا النهج للفوز بالانتخابات التشريعية والبلدية التي ستشهدها البلاد في الأيام القادمة. كما دعا محمد برك رمضان الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ مسؤولي اللجان الشعبية ضرورة معالجة خلافات المزارعين ونبذ العنف ليسود التعايش السلمي أجواء الإقليم. نتيجة لقلة الأمطار في موسم الخريف لهذا العام في إقليم قراء، فقد ناشد حاكم إقليم قراء محمد علي حسب الله أصحاب النوايا الحسنة والمنظمات بتقديم الدعم للسكان بعض المناطق في إقليم قراء. بكونات ألمي ما جاء، بكونوا ألمي ذات زيادة وتلفة مثل شغل سوبرفيشن شغل في ديبارتمان أنا ميل في ده صب ألمي ميل ميل كترين ميلمتر ميلمتر ألمي ده يعني شيء في منطقة وادين هنا 10 سنة 20 سنة كله ده الكسر الديتريور هون ده كله أسا يعني نسيني ده للحكومة وللبارتنر عشان يجي هذا هسا من هنا هسا وقت أنا هسا أنا ده هسا بس ركول هسا ركول شيء ما في عشان ده نسيني ده بترافير تليجات عشان دول مساعدة من قال من ده يشكو كل سنة مثلنا ألمي ما جاي والبلد ذاته بلد أنا منت أنا جبال وألمي ذاته ما يجي وإلا حكومة يشيل قرار ألمي اللي يجي شوية ده يسي مار عشان يقرب العلم ده ونهاية السنتي الحالة كويس سوينا كتير فاكسيناسيون أنا بوليو ونوريكم كمان كادر في سلامات ريجون فازين أنا جارنا أنا غيرا وريجون أنا درسيلا كوليرا كله قمو وفي سلامات ده كوليرا وإباتيتي كله قمو لكن هنا سوينا سنتير أنا سيكريتي عشان ما يجي الدهار عشان الناس كتير يمشي هناك ويجوا. إذن هذا هو محمد علي حسب الله حاكم إقليم قراء، يتحدث عن موسم الخريف لهذا العام. هو موسم
ربما شهد غزارة أمطار وأيضا قلة أمطار، فأدى إلى إشكالية بعض المزارع. لذلك طلب من المنظمات الدولية دعم سكان تلك المناطق. ترأس حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو مناسبة تسليم مساعدات زراعية مقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتنمية الريفية لعدد من التجمعات الزراعية. تقرير عباس بكر مصطفى. من أجل تفادي الخسائر والأضرار التي تسببها الآفات الزراعية والحشرات في فترة الحصاد الزراعي، استفاد أكثر من 300 من تجمعات زراعية بإقليم إنيدي شرق من الأدوية والمبيدات الحشرية لرش المزارع وحمايتها من الحشرات الضارة، حيث قام مسؤول الوكالة الوطنية للتنمية الريفية أنادير بتقديم الأدوية للتجمعات الزراعية. وقد أعطى المسؤول تعليمات وتوصيات مفصلة حول كيفية استخدام هذه الأدوية حتى لا تلحق الضرر بالإنسان. الأدوية دا الإدنا عدنام الماء إدنا كل عدنام معلومات، لأن شعبنا كارياري هنا هم محتاجين التدريب، يعني ناس عندهم نية كثير ويدور يزرو، ولكن ما عندهم المعلومات وما عندهم التدريب. عقب ذلك فقد تجول الوفد بقيادة حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جروبو في بعض الحقول الزراعية التي تعرضت للتلف، ومن هذا المنطلق فقد طلب الحاكم الاهتمام بالزراعة لأنها تعد مصدرا أساسيا لتأمين الغذاء. هم الكل ما قصروا على حسب قدرة هكذا قايد بيشو كلير بيشعب بقدرة هناودا كمام دل ما بقدروا بالقو لم نستر هاللي يساعدنا وهاللي يساعد لشعبنا إنيدي أست. النائب البرلماني بالإقليم آدم خميسة شكر الحكومة والوكالة الوطنية للتنمية الريفية على هذه البادرة التي وصفها بالإيجابية، وحتى التجمعات الزراعية بالتسيير الجيد للأدوية واستخدامها. إذن هذا كل ما لدينا تساعة من أخبار محلية. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. تلقاكم، دمتم في أمان الله. السلام عليكم.